احنا هنا في مركز ومدينة بني عبيد رقم واحد في محافظة الدقهلية في زراعة البصل. احنا عندنا هنا في مركز بني عبيد بنزرع البصل من بداية شهر 12 لما لنهاية شهر 12. بنزرع وبنبدأ بداية التقليع البصل، بنبدأ بداية شهر 5. بداية شهر 5 بنطلع البصل مثلا من الأرض، بنجيب العمالة نخلعه من الأرض ونطلعه، بنرصه في الجران. لما نشوف السعر المناسب اللي هو هيغطي معانا التكلفة فبنبدأ إن احنا نبيعه. والبصل النهاردة بيطلع من الأرض من 4.5 جنيه ل5 جنيه. معرفة أنفار يعني بطلعهم وبجيبهم يشتغلوا، وبنيجي البصل لما بطلع من الأرض بنقلعه، وبوابير بتشيله وبتيجي نوقفه كده على ما بنشف شوية، بنقرمه وبنحطه على الأرض يومين تلاتة وبنرجع نعديه وشغالين. بننزل احنا هنا ورا الفجر على طول 4:30، بنطلع من هنا الساعة 10 الصبح، وبنرجع ننزل هنا الساعة 1، بنطلع الساعة 5. دلوقتي دي بداية التجهيز للتصدير. فطبعا البصل هنا هو احنا جبناه والعمالة شغالة بتبدأ تقرم البصل. بنبدأ بعد العمالة بناخده من ورا الأنفار بنحطه هنا كده بنفرده، بنسيبه قمت 10 أيام ينشف، لأن البصل طالع لسه جديد وهما لسه بادئين في بداية التصدير. فالبصل طالع من الأرض مية، فبنبدأ إن احنا ننشفه كده، نفرده وننشفه 10 أيام علشان نبدأ إن احنا نعبيه ونحمله في الحاويات ونصدر.